هل تتذكرون الحشود التي وقفت في كل المحطات خطوة بخطوة خلف الرحلة العامرة بالإنجاز؟ هل تتذكرون هذه الحنجرة التي هزت مشاعرنا لحظة قتل أحلام داليان عندما عم الهدوء في المدينة الصينية؟ عمري يا أبو عمر، عمري يا أبو عمر، العيناوي إلى المباراة النهائية. هل تتذكرون تايلاند وعاصمتها بانكوك وزحف جماهير الإمارات خلف الزعيم؟ هل تتذكرون صافرة الكويتي سعد كميل وإعلان؟ هل تتذكرون فرحة قادتنا ورفع الكأس القارية من الشرق؟